السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الخبز ديال المخنفر، أولا كيقولوا ليه خبز الماوي، كل واحد باش كيسميه. طريقة سهلة وصراحة كيجي زوين ومفشفش، حتى المكونات ديالو بساط، يعني سهل سريع يعني التحضير، غير هو غادي يبغي المدة باش غيخمر باش غيجيك مزيان إلا خليتيه يخمر مزيان. نتمنى ان شاء الله اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والتعليق اللي كيفرحوني دائما وابدا واللي كيخليوني نزيد القدام ونزيد ان شاء الله في القناه ديالي. كنتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوه وتخليو لي في التعليق ديالكم اللي كيفرحوني دائما وابدا. كما قلت لكم ندوزوا ان شاء الله باش نحضروا هذا الخبز ديالنا. هنايا ان شاء الله عندنا 3 الكؤوس ديال الدقيق الفينو اولا السميد الناعم داك الرقيق بزاف، يعني بجوج ممكن لكم ديروه. وعندنا كاس ديال الدقيق الفورس، يعني نفس العبار اللي عبرتوا به الدقيق من بعد ان شاء الله غتعبروا به الماء. وعندنا معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السنيده، وجوج معلقه جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلويات، يعني 16 غرام ان شاء الله. هنايا غادي نلوحوا هذوك الكيسان ديال الفينو، دقيق الفينو 3 ديال الكؤوس، وغادي نضيفوا عليهم الكاس ديال الفورس. غادي نجمعوا كاع العناصر ان شاء الله في هذا المول اللي غادي نخلطوا فيه. من بعد ان شاء الله غادي نضيف الملح، يعني كل شيء غادي نخلطوه ماشي مشكل، تسبقوا اللي بغيتوا. غادي نضيف معلقه ديال الخميره ديال الخبز ديال البيت، ومعلقه ديال السنيده باش كيجينا هكا محمر صافي. دابا ان شاء الله وغادي نضيف ليه بيضه واحده. دابا ان شاء الله غادي نضيفو نفس الكؤوس اللي عبرنا بهم السميد الناعم، غنعبروا بهم الماء، 3 ديال الكؤوس ديال الماء. الا بغيتو تعبروا حتى بالكيسان ديال العنبه، حيت هادو العبار ديالهم ديال الكيسان ديال العنبه. صافي دابا ان شاء الله غادي نحاول نخلط هاد العناصر غير شويه، حيت من بعد غادي نديرو في الخلاط الكهربائي عفوا. صافي هنايا من بعد ما خلطتو هكايا غادي ان شاء الله نديروه في الخلاط الكهربائي باش يتخلط لينا مزيان مزيان. صافي هنا غادي نضيفوه في الخلاط الكهربائي باش يتخلط لينا، نطحنوه يعني مزيان باش ما يبقى لينا فيه لا تكتلات لا والو، حتى دوك العناصر كتجانس باش يطلق. نتوما كتشوفوا الخليط راه باقي عاقد، ولكن راه ملي غادي يتطحن راه غادي ينسجم مزيان. نطحنوه مزيان من بعد ان شاء الله غادي نفرغوه في المول اللي غادي نخلوه يخمر فيه. نتوما شفتوا ملي تطحن راه ما بقاش عاقد. نتوما الا جاكم عاقد بزاف يمكن لكم تضيفوا شويه ديال الماء، تزيدوا شويه ديال الماء. هنايا عاد غادي نضيفوا دوك الاكياس ديال الخميره هما الاخرين باش يخمر لينا هذا العجين ويضاعف الحجم ديالو ويجينا مفشفش ملي يكون ان شاء الله نطيبوه. صافي هنايا خلطت مزيان هذيك الخميره ديال الحلويات. صافي من بعد غادي نغطيه ان شاء الله بسلوفان. هو الصراحه الطريقه ديال التحضير سهله، غير المده ديالته اللي كيبغي هو انك تخليه يخمر مزيان تقريبا ساعه اولا ساعه الا ربع، يعني تقريبا ساعه ولا ساعه الا ربع، انا خليته هنايا ساعه تخمر مزيان. من بعد غادي نغطيه ونحطوه في شي بلاصه هكا سخونه. من بعد هانتوما شفتوا كيفاش ضاعف لينا الحجم ديالو وكيفاش خمر. هو باش ما خمر باش ما كيجي زوين خفيف، وكيجي كيجي هكا مطلوق وكيجينا خفيف وطري. هانتوما شفتوا كي يعني دارت. الا جاتكم العجينه قاصحه هنا بزاف يمكن لكم تضيفوا شويه د الماء، انا خليتها هكايا خليتها هكا ما زدتش ليها الماء. صافي دابا هنايا غادي ناخذوا المقله ما تكونش كتلصق ضروري، غادي نرشوها هكا بشويه ديال الزيت، زيت المائده الزيت اللي كنطيبوا فيه. صافي هنايا وغنديروا القياس، القياس اللي غادي نديروا به هذا الخبز ديالنا ديال الماوي اولا الشيار. صافي هنايا نخليو المقله تسخن ونقصوا عليها حتى نحطوا يعني داك نفرغوا داك العجين ديالنا، عاد نزيدوا ليها شويه، هي من الاحسن ما تكونش العافيه يعني مجهده بزاف باش يطيب لينا على خاطره وياخذ حقه. صافي هنايا نتوما بعد ما تشوفوه تيتقب تيولي بحال البغرير،
يعني ما غاديش نخليوه حتى ينشف تماما، ملي تشوفوها كتقبلينا بحال البغرير يعني تقبات كامله، غنرشوها بشويه ديال الزيت ديال المائده وغادي نقلبوها. طريقه سهله يعني ما فيهاش يعني شي حاجه اللي صعيبه. صافي هنايا غادي نعاودو عاوتاني معكم واحده اخرى، غادي نعاود نرش الزيت اولا تمسحو بالشيته ديال هذا بالمقله. صافي من بعد غادي نعاودو نخويو تاني القياس اللي بغيتو ديروه صغار، بغيتو ديروهم كبار، يعني القياس نتوما وعباركم. ضروري المقله تكون ما كتلصقش باش ما يلصقش لينا العجين. هنخليوها كيف حتى تبدا تقب لينا، هي الشكل ديالها بحال البغرير، ولكن هو هي شبيهه بالبغرير ولكن ماشي بحال البغرير، حيت كنطيبوه قبل ما يكمل يعني ينشف لينا من الفوق. كنقلبوا هذا البغريره ديالتنا اولا خبز الماوي ولا المخنفر كي كيقولوا لي هنا. من بعد ما تقبت لينا صافي غادي نعاود ثاني نرش شويه ديال الزيت ديال المائده وغادي نقلبها. العافيه ما تكونش مجهده بزاف. نتوما شفتوا كي كيجي الصراحه كيجي هشيش وكيجي خفيف بزاف، يعني وحتى في الماكله ديالتو صراحه رائع لذيذ، مع العسل بطبيعه الحال والزبده وكل واحد باش كيبغيه، زيت العود كيجي غزال، كيجي غزال صراحه وسريع التحضير. قال لكم ديروه للكوتي ولا حتى للفطور. صافي هنايا غادي نبقى ان شاء الله حتى نكمل هذاك الخبز اللي عندي. نتوما شفتوا كي كيجي صراحه كيجي غزال بزاف. كنتمنى ان شاء الله لاول مره تيشوف القناه ديالي يدخل القناه ويشارك فيها ويفعل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء اللي كنقدم لكم من الاعجاب ديالكم ولو بالشيء القليل، ونكون كنفيدكم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا صراحه. هذا زوين بزاف، غير جربوه وخليوا لي في التعليق ديالكم، اللي كنتسناها دائما وابدا. صافي هنايا كنديروا كيف كتشوفوا، عاودت معكم شحال من وحده. المقله اللي ما كتلصقش صراحه ما كتلقايش معها مشكل. صافي هنايا غادي نبقى تنكمل العجين ديالي. المكونات صراحه ساهلين وبساط، يعني ما كياخذوش بزاف بحال العجينه ديال البغرير يعني تماما، غير هي مختلفه في الخبيز وحتى في الطريقه ديال التحضير ديال العجين. صافي هنايا كنبقاو نقلبوا، والعافيه كما قلت لكم تكون ناقصه باش ما باش يطيب على خاطرو من الجوانب بجوجهم. صافي هنايا انا قربت نسالي يعني وحده اللي بقات ليا. صافي انا كملته هنايا، راه كيخرج كميه لا باس بها. نتوما بغيتو تضاعفوا الحجم يمكن لكم تضاعفوه. صافي هذا هو الشكل ديالو، نتوما شفتو كي كيجي الصراحه كيجي زوين خفيف بزاف، ما معجن ما والو. هنايا حنا كملنا، هذا هو الشكل ديال المخنفر ديالنا اولا الماوي، كل واحد وشنو كي باش كيسميه. حنا اغلبيه هنايا يعني اغلبيه حنا كنقولوا ليه المخنفر. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، الصراحه كيجي شهي بزاف وخفيف، جا غزال بزاف. انتم قطعتوا لكم هاكا من الوسط باش تشوفوا كي داير من الداخل، راه ما كيجيش معجن، كيجي صراحه زوين وخفيف. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتخليوا لي في التعليق ديالكم اللي تيفرحوني دائما وابدا. هو كيجي زوين هكا يتكال هكا سخون مع الزبده والعسل والكونفيتير يعني، وحتى زيت الزيتون يعني كل واحد باش كيعجبو يعني يدهنوا. نتمنى ان شاء الله كيف ما قلت لكم نكون عند حسن ظنكم بيا وينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. سهل وبسيط ما فيش مكونات بزاف، سريع يعني التحضير، يعني خاصو غير يخمر مزيان على خاطرو، تعطيه واحد الساعه تعجنيه وتخليه وتقضي اغراضك.
نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنتظر التعليق ديالكم زوينه اللي كتفرحني دائما وابدا. وكنبغي نشكر الجميع اللي كيساندني ولو بتعليق ولو بلايك ولو ببارطاج للفيديو. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا، ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. وشهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.